يلا بينا، احنا خلصنا الستورد بروسيجر كده، الجزء اللي احنا خدناه، خدنا ازاي نعمل ستورد بروسيجر تمام، وازاي نيكسكيوت الستورد بروسيجر دي، اوكي، ازاي نعمل اف و الس جوه الستورد بروسيجر تمام. في حاجه بقى، افرض انا عندي كونديشن جوه جمله السلكت، الكونديشن ده انا مش عايزه يتحقق، هل هي الطريقه الوحيده عندي طريقه الاف والالس اللي انتوا شايفينها دي؟ ايه؟ لا، بص، في طريقه حلوه انا بستخدمها كتير جدا في الشغل تمام. الطريقه دي طريقه ايه؟ ان انا ممكن الكونديشن ده اكنسله، ازاي اعمل كونديشن مركب تمام. بالظبط، تعالى مثلا على الروم اي دي تمام، ايه الكونديشن اللي انا ممكن ازوده؟ عايز اقول ايه، لو انا بعت الروم اي دي بزيرو كنسل الكونديشن، ايه الكونديشن اللي انا ممكن اضيفه في الحته دي؟ ممكن اقول ايه؟ بص، بمنتهى البساطه ممكن تقول له ايه، اور عشان لا ده يتحقق لا ده يتحقق تمام، انما اند انت عارف لازم الاثنين يتحققوا. اوكي، بص، هقول له اور ان الات روم اي دي ده يساوي زيرو، اذا لازم تكون فاهم ان الكونديشن بتاعك مش شرط ان انت تساوي كولن بقيمه، كولن بقيمه لا، فاهمني؟ ده انا حاطط الكونديشن على البارامتر نفسه اللي انا بعته، فاهمين؟ فدلوقتي لو انا بعت بزيرو كده الكونديشن ده ولا كانه شافه، لو انا بعته باي قيمه تانية لا، هيحس بالكونديشن ويتعامل بيه. حلو كده، فدي من ضمن ايه، من ضمن الطرق. هنعمل الالتر كده، هننفذه كده واحنا ايه باعتين اتنين، ما طلعش اي حاجه. طب لو نفذناه واحنا باعتين واحد، طب انا هجيب من الاتنين ريكورد، لو هو نفذ اللي فوق اللي ما فيهاش الكونديشن اصلا، نفذ اللي فوق دي اللي هي في الاف تمام. لو انا بعت له زيرو نفذ اللي تحت، هو دخل في الالس. طب انا دلوقتي عايز اعرف هو دخل في الاف ولا دخل في الالس، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ في حاجه عندي اسمها برنت، بص بقول له برنت تمام، واكتب ايه؟ برنت ايه زي سي اوت، بس بس دي برنت اي ام ان if condition تمام. طب لو داخل في الالس اقول له برنت تمام ان ذا الس كونديشن. اوكي، التر معايا يا شباب ولا بطأ؟ لو انا عملت اكسكيوت روح على المسج، بص قال لك ايه في الالس تمام. طب لو انا قلت له هنا واحد تمام اكسكيوت روح على المسج تمام كده. طيب ممكن اغير الديل تايبس بتاعت البارامترز بتاعتي، يعني ممكن مثلا الروم الانستراكتور اي دي ده ممكن اخليه ان فاركر 50 مثلا. تعال نالتر كده، قال لك الدنيا تمام. طب تعال نكسكيوت، انا كده غيرت الداتا تايب من ايه، من خليتها ايه ايفر كار تمام. طب يلا نكسكيوت، ولا اي اندهاش هقول لك ليه، لان احنا السيكول واضح ان السيكول 14 مطولين في شويه حاجات، والمفروض اصلا كان طلع لك ايرور ده انفر كار وانت ايه بتساويه بانتجر، فاهمني؟ بس هم الحته دي واضح ان هم معالجينها، يعني معالجينها كويس ان هو ما يعمل ما يعني ما يطالبش في الحاجات اللي زي كده. طيب لو انا جيت هنا مثلا وخليت الانستراكتور اي دي ده بواحد كده وبعتنا نفس، والله كلام جميل والله. طيب لو انا عايز ابعت بارامتر تمام، خلي بالكم انا في شويه حاجات عايز افهمها لكم بغض النظر ستورد بروسيجر ولا لا، يعني
لو انا بعمل سيلكت بخلي ابوه يعني. بص انا مثلا ممكن اخلي ستورد بروسيدر دي ترجع لي اكتر من ايه، اكتر من حاجه، مش بس ترجع لي مثلا سيلكتايه واحده، ممكن ارجع 2 سيلكت من الستورد بروسيدر. ممكن اقول له سيلكت الانستراكتور اي دي، ده اللي هو الات انستراكتور اي دي، فاهمني؟ شوف انا بقول له ايه، بقول له سيلكت بارامتر، مش سيلكت من تيبل بقى والكلام ده. فين الجملة التانية؟ اه هو واضح ان هو فهمت، انا لازم احطها هنا، ان انا كده حطيتها في الـ else بس. select ده execute نفذ. بص شوف عمل ايه، جاب لك اتنين ريزلت مع بعض. ممكن بص اروح اقول له ايه، ممكن اقول له select مثلا اسف select الكورس نيم مثلا كورسز. طب يا عم select asterisk from VW courses، select ايه، select الكورس، select الكورس نيم. وممكن اقول له بلس تمام، واعمل فاضي بلس الات انستراكتور نيم، انستراكتور اي دي. عارفين واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ طب لو انا عملت كده، بص الريزلت طلعت لي ايه؟ يعني معنى كده ان انا ممكن ادمج ما بين الكولمز بتاعتي وما بين البارامترز، فاهمين قصدي؟ عارفين فكرة السب كويري؟ حد يعرف ان ايه سب كويري؟ طيب سب كويري يعني كويري جوه الكويري، تمام؟ الحته دي مهمه جدا وعايزكم تتعلموها، يعني حتى فعلا مهمه. فاكرين لما انا كنت بقول لكم، انا مثلا عايز الكورس اللي هو اللي عايز الكورسات واحد واثنين وثلاثه، قلنا هنعملها ازاي؟ هقول له سيلكت استريك فروم، قول يا محمد، فروم كورسز وير، ايوه الكورس اي دي، ها على طول كده من غير اي حاجه تانيه اكتبها. انا عايز واحد واثنين بس، عايز واحد واثنين بس من غير ما اكتب اي حاجه تانيه. لا يا باشا احنا كده، انا زعلان، لازم اقول له ان واحد واثنين، تمام؟ اه طبعا، ما هو مشكلة. ماشي يا محمد، تمام، ادي ايه الكورسات واحد واثنين، تمام كده. طيب انا ممكن اعمل ايه بقى؟ تمام، ممكن اعمل حركة لذيذة جدا. انا عندي تيبل انستراكتور كورسز، تمام؟ لو انا عايز اقول له ايه؟ يعني هقول له هات ده انستراكتور كورسز، نفذ على كده، تمام، نفذ على كده. شفت جاب لك ايه؟ جاب لك ثلاثة. بس انت كده قلت له ايه؟ لما يكون الكورس اي دي ان واحد واثنين. طب لو انا عايز اقول له ايه؟ هات لي الكورسات لما يكون الكورس نيم، تمام، اس كيو ال مثلا و اتش ار، هعمل ايه؟ اولا الكورس اللي مش موجود في الانستراكتور كورسز، ده اول مشكله. لا انا عايز سيلكت من الانستراكتور كورسز عشان اعرف الكورسات اللي بدات، هتعمل جوين، تمام، وبعد كده تقول ان الكورس نيم ان كذا وكذا، صح كده؟ بص بقى الفكره دي بقى، تمام، انا هشيل الاقواس، تمام، بس مش هعمل جوين، هقول له ان وهنفذ هنا كويري. الكويري ده هو اللي هيرجع لي الاي دي هات، تمام، بتاعت الكورسات دي بدل ما اعمل جوين، ودي بحتاجها كتير اصلا، تمام. يعني هقول له ايه، سيلكت الكورس اي دي، انا بقول له ايه، ان الكورس اي دي هيبقى ان، فلازم اقول له سيلكت الكورس اي دي، تمام.
انت سيلكت لاي حاجه مش يعني مش نفس الداتا تايب بتاع الكورس اي دي هيطلع لك مشكله. تمام كده؟ سيلكت الكورس اي دي فروم كورسز. تمام؟ وير ان الكورس نيم ان SQL و في زائد بقى مثلا soft skills مثلا. تمام؟ بص لو انا نفذت الجمله دي لوحدها هتجيب لي ايه؟ انا نفذت الجمله اللي جوه دي إيه؟ بص هجيب ايه؟ incorrect syntax near. صح عندك حق، جاب لك ايه؟ 1 و4. يعني ال n بدل ما انا كنت هقول له ان الكورس اي دي n 1.4 رحت انا جبت عملت سيلكت ال 1 و4 دول من جدول وحطيتهم. تمام؟ دي فكره السب كويري. طب لو انا نفذتها كلها جابت لك اهي 1 و4. طب لو انا شلت 4 اللي هو سوفت سكيلز ده دي بقى فكره السب كويري. تمام؟ ان انت بتعمل كويري جوه كويري. تمام؟ طب اقول لك على حاجه بقى احلى من كده كمان. احنا متعودين ان احنا نقول ايه؟ السكيلز دي مش هتاخدها الا في الشغل. الكلام اللي بقولكم ده مش هتسمعوه ابدا الا في الشغل. احنا متعودين نقول ايه؟ سيلكت استريك فروم تيبل، صح كده؟ او سيلكت استريك فروم فيو. صح. طب ولو انا قلت لك سيلكت استريك، تمام، ورحت هنا كاتب لك جمله سيلكت فاهم، هقول له سيلكت استريك فروم ايه؟ انا مثلا هاجي هنا اقول له سيلكت استريك فروم كورسز مثلا. حلو، لازم هنا اقول له اس مثلا ايه مثلا اي اسم. حلو كده ايه، انا برضو كده برضو عملت سب كويري لان انا كده بعمل سيلكت من سيلكت. تمام، الحاجات دي بستخدمها امتى؟ بستخدمها كتير مع الاجريجيت فانكشنز، الحاجات اللي زي كده دي، لان انا دايما ببقى عامل جروب باي. اديكم مثال مش احنا بنقول ايه هنجيب عدد الكورسات لكل انستراكتور، هنجيب عدد الكورسات لكل انستراكتور ومعانا بنجيب اسم الانستراكتور وعدد الطلبه بتوعه. اوكي، هنسلكت ازاي؟ حد يقول لي فصلت ولا ايه؟ تعبتوا؟ ها هسلكت ازاي؟ عايز اسلكت كل انستراكتور وعدد الكورسات بتاعته. سلكت ها name instructor dot instructor name. تمام، وبعدين عدد الكورسات. لا انت ما حضرتش المره اللي فاتت. count asterisk. تمام كده، from مين؟ instructor courses. ومين instructor بقى؟ where. تمام، instructor courses dot instructor courses dot instructor id بيساوي instructor dot instructor id. كده انا عملت الجوين. تمام، طيب لو انا عملت كده صح كده، يبقى انا لازم اقول له ايه؟ group by. ليه جروب باي؟ لان انا عشان اعمل اجريجيت فانكشن واحط معاها كولم، الكولم اللي بحطه جنب الاجريجيت فانكشن ده لازم يتحط في الجروب باي عشان يعرف ان هو هيجمع على اساس الانستراكتور. تمام، جروب باي الانستراكتور نيم، هننفذ كده طلع لي ايه؟
طيب افرض انا دلوقتي مثلا المثال ده سهل قوي، عايز اجيب حاجه اصعب. بص انا ممكن اعمل ايه بقى، انا عايز اجيب مثلا اكبر واحد فيهم مثلا، ومش عايز اعمل هافينج. يعني انا لو عايز اجيب الماكس، لو عايز اجيب الماكس مثلا بتاع ايه، او عايز اجيب مثلا ايه الانستراكتور اللي عنده كورسات اكتر من واحد، هعمل ايه؟ لا انا هقول له هافينج ان الكاونت يكون اكبر من واحد، كده هيجيب لي ايه الانستراكتور اللي ادى اكتر من كورس واحد، لان انا كده عملت كونديشن على ايه، عملت كونديشن على الاجريجيت فانكشن. تمام. طب لو انا مش عايز استخدم الهافينج وعايز اعمل الكونديشن، الهافينج كونديشن على ايه، على الاجريجيت فانكشن، اما الوير كونديشن على كولن. اوكي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل نفس الكونديشن ده بس مش عايز اعمل هافينج. بص هعمل ايه، هقول له سيلكت، تمام، استريك فروم، وهروح فاتح قوس هنا، وهروح اقفل القوس ده هنا، وهقول له از، تمام، مثلا اي اسم، انستراكتور كاونت، تمام. لو انا عملت كده قال لك ايه، نو كولم نيم، لازم ادي ده الكولم نيم. اقول له مثلا از، تمام، مثلا كاونت اي اسم. خدتوا بالكم من الحته دي؟ انا عشان اعمل كويري جوه كويري لازم يكون كل كولم ليه اسم. تمام. طيب سيلكت كده جاب لي نفس السيلكت بتاعتي. بص بقى اللي انا قلت له بقى ايه، وير، تمام، ان الانستراكتور كاونت ده دوت الكاونت اكبر من واحد. فهمتوا حاجه؟ بص كفرق مفيش، بس الحته دي انت هتحتاجها في حالات اصعب من كده. انا دي ده المثال سهل سهل جدا، فاهمني؟ بس انا حبيت افهمك ايه، انت اصلا عشان تعمل كونديشن على الاجريجيت فانكشن جوه جمله السيلكت لازم تستخدم الهافينج. تمام. طب افرض انت مش عايز تستخدم الهافينج، هتشتغل سب كويري. السب كويري يعني ايه؟ سيلكت من سيلكت. هو كده اعتبر ايه، لما انا قلت له سيلكت استريك فروم اعتبر ده تيبل، هو كده تخيل ان اللي جوه الفروم ده تيبل مستقل، وتعامل مع الكولمز بتاعته كانها كولمز مستقله، فتقدر تعمل عليها وير وتقدر تعمل عليها اللي انت عايزه. ده اقول لك على حاجه كمان، ده انت ممكن تقول له صم، انا عايز الصم اوف ايه، اوف الكاونت. يعني دي اصعب شويه كمان اهي. دي كنت هتجيبها ازاي بقى؟ لو انا قلت لك هات لي مجموع اعداد الكورسات، فاهمني؟ بص هنا عمل ايه؟ جاب لك 5، لان هو مسك الكاونت ده اعتبر ان هو ايه؟ ان هو كولم لوحده. تمام؟ فراح الاول حسب لك الكاونت بتاع كل واحد، وبعد كده راح مجمعه. ينفع تعمل اتنين اجريجيت فانكشن، مفيش مشكله، بس انت ازاي هتجمعي الاعداد؟ انا دلوقتي عندي كورسين، انا اشتغلت كورسين وده اشتغل كورس وده اشتغل كورس، تمام، ازاي نجمع الاعداد بتاعتهم؟ انا ممكن اقول له سيلكت الكاونت استريك من اولها، فهيجيب لي ايه عدد كل الريكوردز اللي عندي. فاهم قصدي؟ اللي انا قصدي اقوله ايه، ان انت ممكن تعمل اجريجيت فانكشن، وبعد ما تعمل اجريجيت فانكشن تعمل عليها عمليه تانية فوقيها، تمام، وهكذا. انا ممكن اقعد اعمل سيلكت فوق سيلكت للصبح. اضحكوا على ايه؟ شاركوا المستنيين كده هو ايه؟ انا حياتي كلها سب كويريز اصلا، يعني الحياه كلها ماشيه سب كويريز. انت حاسس ان انا بقول صعب؟ لا هو مش صعب، بس انت عمرك ما تشوف الا الشغل. انا نفسي لما اتخرجت من الكليه ما شفتش الكلام ده، يعني ولما كنت بشوف كنت بقى مستعجب برضو، يعني انت ازاي، انتوا ازاي يعني.
طيب اندهش. طيب بص، ادي داتابيز عندي ممكن اخترع لكم فيها كويري. دي داتابيز بتاعت مدارس اللي هو البرنامج بتاعي. بصوا يا شباب، تمام. بص يا باشا، بص يا باشا، انا عندي حاجه اسمها كلاسز، تمام، وعندي حاجه اسمها ستودنت، والستودنت ده ليه سب ستيج وستيج. ستيج دي اللي هي ايه، ابتدائي اعدادي ثانوي، سب ستيج دي اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي ثالثه ابتدائي، تمام. تحت السب ستيج بتيجي الكلاسز اللي هو الفصول اللي جوه اللي جوه اللي. تمام. بعد كده تيجي ايه، يجي الستودنت، تمام كده. والستودنت الستودنت بيبقى ليه الجدولين، جدول ديفينيشن اللي هو تعريف باسم الطالب ومش عارف ايه والكلام البسيط ده، وجدول تاني عشان كل ما الطالب ده يعدي سنه يتحط له فيه ايه، ريكورد، عشان اقدر اتراك الطالب ده كان في انهي سنه وكان في انهي فصل وكان ايه. التيبل ده اسمه ستودنت كلاس، تمام. راح فين اهو ستودنت كلاس، يبقى الستودنت والستودنت كلاس ده هو ده اللي مربوط بالسب ستيج اللي هي ايه، لان طبعا الطالب ده السنه دي وهيبقى في اولى ابتدائي، السنه الجايه هيبقى في ثانيه ابتدائي. ما ينفعش ان انا اسجل ده في بيانات الطالب، لازم اعمل له تيبل تاني ترانزاكشن يقدر يحط فيه ايه، الحركات بتاعت الطالب ده عشان اقدر اتراك الحركات دي بعد كده، تمام. طيب عايزين نعمل ايه دلوقتي؟ بص اقول لك على حاجه، بس مش عايزكم تقفلوا منها. انا من وانا كنت قدكم في الكليه كنت بعمل ريليشنز دي عادي والله. انا والله العظيم مفيش مشكله، فاهمني يعني قصدك تخيلت ازاي الحاجه دي، تمام. ممارسه، من كتر ما انت تقعد تعمل داتا بيسز وكلام من ده، فانت بعد كده هتبقى الجداول دي قدام عينك. تتخيل انت بتقرا البيزنس من العميل، تاخد البيزنس من العميل وتكتب زي ما انا قلت لكم. بعد ما بتكتب بتبدا تتخيل كلام العميل ده ممكن نطبقه ازاي كداتا بيز، فاهم قصدي؟ يعني دلوقتي العميل بقى بيتكلم بيقول احنا عايزين سيستم بيعمل كذا كذا كذا، انا قاعد وانا قاعد كده خلاص انا تخيلت الجداول من غير اي حاجه. بس طبعا انت برضه بتحتاج تفكر، يعني الموضوع برضه ما بقاش بالبساطه دي، لان الداتا بيز اهم حاجه في السيستم، تمام. طيب انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب عدد الطلبه، تمام، في كل مرحله دراسيه. يعني ايه عدد الطلبه بتوع ابتدائي وعدد الطلبه بتوع اعدادي وعدد الطلبه بتوع ثانوي؟ ايه؟ حلو، يلا بقى بينا ايه؟ نظبط الدنيا. بص بقى انا هعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي جداول ايه؟ ارسم جداولك قدامك، انا عندي الستيتش وعندي السب ستيتش، تمام؟ السب ستيتش دي مربوطه بستيودنت ستيودنت كلاس. سكول مانجمنت مربوطة بإيه؟ آسف، ستيودنت كلاس، ماشي؟ والستيودنت كلاس ده عشان هو أنا عامل سيلكت ولا عامل أي حاجة، ده أنا بكتب، ده كأني بكتب نوتات، تمام؟ السب ستيتش مربوطة بالستيودنت كلاس، والستيودنت كلاس دي هي اللي مربوطة بالكلاس أي دي، بتبر الكلاس يعني، أوكي؟ والستودنت كلاس مربوط بالستودنت طبعا، يعني الستودنت ده بالنسبه لي بيبقى ديفينيشن بس، جاست ديفينيشن، معلومات الطالب. وبعد كده الحركات بتاعه الطالب بقى بتبقى في الستودنت كلاس اللي هو بيتحط فيه الستودنت اي دي والكلاس اي دي والسب ستيج اي دي، تمام، وبعض المعلومات التانية ايه اللي بنحتاجها في حاجات تانية، يعني مش عايز ادخلكم فيها، تمام. فازاي اجيب عدد الطلبه في كل سب ستيج، طلبه كام في اولى ابتدائي، طلبه كام في ثانيه ابتدائي، كام في كذا، تمام. خلينا نفكر ان احنا ايه نجيب الاول، مش هنجيب اعداد، خلينا نجيب الطلبه كلهم، كل الطلبه مثلا، تمام، وبعد كده نبقى نشوف. هقول له الاول سيلكت، انا بعلمك دلوقتي ازاي تفكر في الجمله بتاعتك. انا قلت لك ايه، عايز الطلبه، عايز اعداد الطلبه اللي في كل ايه، اللي في كل سب ستيشن، اللي في كل ايه صف دراسي. فانا هقول له سيلكت واسترك يا سيدي، تمام، سيلكت استريك فروم، عايز تبدا بالسب ستيتش، عينيا سب ستيتش، تمام، السب ستيتش والستودنت كلاس
تمام، فهمتوا الريليشن ولا محتاجين نرسمها؟ ارسمها لكم ممكن عشان لكم على فيو. تمام، يبقى انا سيلكت من السب ستيج وستودنت كلاس وستودنت. تمام كده، احنا مش محتاجين جداول اكتر من كده دلوقتي في الوقت الحالي. هعمل لكل واحده الياس اس تي مثلا، اس سي. انا طبعا بعمل الياس ده عشان انجز، عشان اجي كده اقول له ايه اس تي دوت سبستج سب سبستج اي دي بيساوي دوت سبستج اي دي اند اس سي دوت ستودنت اي دي بيساوي، لا بيساوي اس دوت ستودنت اي دي. كده انا جبت كل الطلبه اللي في كل ايه السب ستيجز. تمام، طيب بس انا مش عايز كده، ده انا عايز ايه؟ ده انا عايز عدد الطلبه تمام واسم السب ستيج. يبقى انا اول حاجه هجيبها ايه؟ هقول له اس تي دوت اسم السب ستيج بتاعتي، سب ستيج ايه اسم السب ستيج بالعربي اي ار، طبعا الابلكيشن بيسبورته اكتر من لانجوج يعني. تمام، وبعد كده هقول له الكاونت استريكس. تمام كده، ارن ارن جروب باي، لازم اقول له جروب باي جمع لي على اساس اسم السب ستيج. تمام، طبعا دي سب ستيج واحده، انا عايز افتح لكم داتابيس ثانيه، افتح لكم ديمو دي. بص كده، دي داتابيس فيها داتا، داتابيس فيها داتا كتير. تمام كده، طيب بص بقى، انت بقى بص بقى الحته دي، انا عايز كمان اسم الستيج، عايز كمان اسم الستيج اللي هي اسم الايه المرحله الدراسيه، لا ده الصف الدراسي اللي هي ستيج. هقول له فروم ستيج از ستيج مثلا، وهاجي هنا اقول له اند. اند ايه بقى؟ حد يقول لي الكونديشن الستيج مربوطه بالصف ستيج. stage id بيساوي stage dot stage id. عايزين نحفظ بقى الجوين بقى، احنا المفروض يعني خلاص عدينا المرحله دي. تمام، وهاجي هنا اقول له ايه stage مثلا دي dot اسم الستيج بالعربي، نرن ايرور. طبعا محدش قال لي حط الاسم الستيج في الجروب باي، تمام كده. طب افرضوا انا عايز اجمع بقى على مستوى الابتدائي، على المستوى الاعلى، انا عايز اجمع على مستوى الابتدائي، مش عايز اجمع على مستوى الصف اللي هو الابتدائي. اعمل ايه؟ عندي حاجه، ما انت ما خلاص الستيج انا عامل سيلكت اهو اسم الستيج واسم السب ستيج والكاونت وحطيتهم الثلاثه في الجروب باي، هجمع ازاي؟ بص انت قدامك حل من اتنين، قدامك حل سهل جدا تعمله. الحل السهل ان انت ايه تشيل الكولم ده من هنا وتشيله من الجروب باي، ساعتها الاجريجيت فانكشن والجروب باي لوحدها هتجمع لك عشان الكاونت موجود فوق. وايه وانت كل ما بتزود حاجه في الجروب باي بيقسم على اساسها، وكل ما بتشيل كل ما بايه بيفرق. تمام، فلو انا شلت دي معنى كده ان هو ايه، وهشيلها كمان منين؟ من الجروب باي. شفت عمل ايه؟ شفت اتغيرت ازاي؟ عايزكم تفهموا كويس قوي حته الايه الاجريجيت فانكشن والجروب باي. تمام، طب الحل التاني اللي هو الصعب،
تمام. طبعا الحل ده انت مش هتحتاجه دلوقتي، هتحتاج لما يكون معاك بيزنس كتير وكلام من ده، هتحتاج الحاجات دي. بص بقى تقول له ايه بقى، تقول له سيلكت. سيلكت ايه بقى؟ لو انا قلت له سيلكت استريك فروم ورحت فاتح هنا وقافل هنا وقلت له از ايه ايه اي اسم، تمام كده. انا عايز اقول له ايه؟ انا عايز اجمع الكاونت اللي تحت ده على اساس، طبعا لازم هنا اقول له از از كاونتس. بص هنا اقول له ايه بقى، هقول له الستيج ديسكريبشن عربي تمام كوما هات لي السم اوف الكولم ده. بص هنا هيعمل ايه بقى، سيلكت ايه؟ لا لا انت لازم تقول له ايه ايه دوت، لان هو ايه ايه ده بيعتبره خلاص اسم التيبل بتاعه تمام. ايه النظام؟ احنا المفروض تحت هنا، تحت هنا نعمل جروب باي. صح صح يا هاجر، جروب باي ايه بقى؟ الكولم ده. دايما بص بتتعامل مع كل جمله سيلكت على ان هي جمله منفصله، فاهمني؟ طب بص بقى الفكره دي، لو انا جيت هنا كده خدت دول لوحدهم وطلعت بيهم بره هنا تمام، مش هنجيب كاونت حلو، ومش هجوين، مش هجوين مع مين؟ مع الستيج خالص تمام كده. انا كده مش هجوين مع الاستيج، بس انا برضو عايز اطلع مين؟ اسم الاستيج بس من غير جوين. حاسس انك هتعيط مالك يا ابني في ايه؟ انا عايز اطلع اسم الاستيج تمام، بس ات ذا سيم تايم مش هعمل جوين. بص هعمل ايه، شايف شايف الحته دي اسم الفيلد ده، افتح قوسين هنا واقول له سيلكت الستيج، خلينا الاول نقول ايه سيلكت استريك فروم ستيج تمام، وبعد كده تيجي هنا تقول له ايه سيلكت الستيج عربيك ديسكريبشن تمام. طبعا انت كده قلت له ايه سيلكت استريك، كده هيطلع لك ايرور. ليه هيطلع لك ايرور؟ لان انت المفروض هنا تحط قيمه واحده بس، انت هنا ايه، انت ممكن قيمه الكولم ده يعني قيمه الكولم دي مش شرط ان انا اخدها من واحد من الكولمز بتاعتي اللي في الجمله، ده انا ممكن اخد القيمه بتاعت الكولم دي من جمله سيلكت. بص انا المفروض ايه، انا عندي كولم دلوقتي اسمه ايه سب ستيج عربي، انا بجيبه منين؟ بجيبه من تيبل اللي في الفروم ده صح كده، قيمه الكولم بجيبها من تيبل تمام. انا بقى ممكن اجيب لك قيمه الكولم ده من جمله سيلكت سب كويري برضو تمام، بس لازم هنا اقول له وير، لان انا في النهايه محتاج قيمه واحده مش اكتر من قيمه، والجمله اللي هي سيلكت دي هترجع لك اكتر من قيمه. لو انت جيت رنيت جملتك دلوقتي هيطلع لك ايرور تمام، بغض النظر عن السنتكس. لازم هنا اقول له ايه مثلا از ستيج اي ار، ما تقلقش. لا بص هنا قال لك ايه، سب كويري ريتيرنز مور ذان 1 فاليو، هو محتاج فاليو واحده بس، اجيبها ازاي الفاليو الواحده دي؟ هروح قايل له وير تمام السب الستيج ده دوت سب ستيج دوت ستيج اي دي تمام هيساوي الاس تي اللي هو السب ستيج بتاعتي دوت ستيج اي دي. يعني من الاخر بص هو هنا الجمله ماشيه ازاي، انا انفذها لك الاول عشان افرجك عليها.
بص هو عرضها لك اهو، ما عندوش مشكلة. هو هنا عمل ايه بقى؟ مع كل جملة سيلكت بتتنفس بينفس جواها جملة سيلكت ثانية بيجيب بيها قيمة الكولا. مع كل جملة سيلكت، مع كل رو بيتنفس، بيروح ينفس جملة السيلكت دي، بيروح يشوف تمام الستيج اي دي بتاعت السب ستيج دي، يشوف قيمتها ويساويها بقيمة الستيج اللي موجودة في تيبل الستيج. ياخد الستيج من السب ستيج ويساويه بالستيج اللي فين؟ اللي في تيبل الستيج. فاهمين ولا اتلخبطوا؟ انا حاسس ان انت اتلخبطتوا. بص يا باشا تيبل الستيج فيه ايه؟ ستيج اي دي اللي هو اللي انا بسلكته في السب كويري، وتيبل السب ستيج اللي هو موجود عندي في الاوتر كويري جواه برضو ايه؟ يعني من الاخر القيمه دي انا بجيبها من الاوتر كويري، من الاخر بساوي قيمه من الاوتر كويري في قيمه في الانر كويري. خلاص وصلتوا؟ طب يعني قوم على قول مسؤول. ايوه بص يعني بص اللي جنبك وكله بالقلم. اقول لك ايه طيب؟ فاهمني؟ فهو صح، مفيش حد تاكله بالقلم، تعالى كله انا بالقلم. تمام؟ هو كده، وحس ان انت يعني حس بالنشاط كده. انا عارف. طب يلا نقط. طيب يعني ايه سب كويري؟ يعني كويري جوه كويري. تمام؟ انا دلوقتي بعمل ايه؟ بدل ما انا كنت باخد قيمه الكولم دي من التيبل ده، بدل كنت باخد قيمه الكولم ده من التيبل ده، اصبحت باخد قيمه الكولم من جمله سيلكت. في مشكله؟ حلو. الاس دي بتدي الكولم اسم. الكولم ده كده ما يتسمى، يعني كده الكولم ده لو انا شلت الاس دي، شايف هنا بتسمي ايه؟ ستيج اي ار. طب انا شلت تمام، ما يتسمى نو كولم نيم، ملوش اسم. تمام؟ فانا ايه؟ اس دي بدي بيها اسم للكولم. يبقى انا الكولم بدل ما اخد قيمته من التيبل دايركت، باخد قيمته من جملة سيلكت. جملة السيلكت دي لو انا عملتها من غير وير هيطلع لي ايرور. ليه؟ لان هو محتاج فاليو واحدة. ازاي انا اخليه ياخد فاليو واحدة؟ تمام؟ هستخدم قيمة كانت موجودة في الاوتر كويري بتاعتي. تمام؟ لو رسمتها لكم حتى ايه بالبنت هنا. بص يا سيدي، انت مثلا عندك هنا ادي كويري، دي الكويري اللي فوق ماشي، ودي الكويري اللي جوه صغيرة قوي. تمام؟ بص مع كل لفة في الكويري اللي فوق تمام بينفذ الكويري اللي تحت، كأنها اتنين لوب جوه بعض، كأنها اتنين لوب جوه بعض. يعني حاجة زي كده. هو لما أول الجملة الأولانية بتتنفذ تمام، أنا عديت على رو، الرو الأولاني أنا جوه في الكويري اللي جوه دي شايف كل القيم اللي بره عندي في الأوتر كويري. يعني كمثال أنا بره عندي هنا عندي إيه؟ الساب ستيج تمام، ده تيبل أوكي، كل القيم اللي جوه التيبل ده أنا شايفها بما فيها الستيج أي دي تمام كده؟ اوكي. والتيبل اللي جوه ده ممكن يكون جواه تيبل او اكتر من تيبل، لانها جمله سيلكت ممكن اعمل فيها جوين. دي جمله سيلكت اللي انت عايزه تمام، جواها تيبل اسمه ستيج تمام، والستيج ده جواه كولمز كتيره بما فيها الستيج اي دي. ايه المشكله
ايه المشكلة؟ تمام؟ لو قلت لك سوي لي الاستيدج اي دي اللي هنا بالاستيدج اي دي اللي هنا، تمام؟ اذا انا عشان اخلي السب كويري دي تجيب لي قيمه واحده بس استخدمت قيمه من الاوتر كويري اللي هي قيمه الاستيدج اي دي اللي جوه تيبل سب ستيدج، هي دي القيمه الوحيده اللي على اساسها ده يعتبر شرط جوين. انا لو بعمل جوين هو ده شرط الجوين بتاعي، تمام؟ مش انا لو انا بعمل جوين هربط البرايمري كي هنا بالفورين كي هنا، صح كده؟ هو نفس الشرط بتاع الجوين برضو، فهمنا؟ افتكرها دايما بالرسمه دي. انت عندك كويري بره، كويري دي جواها تيبلز كتير قوي، من ضمنها ايه؟ السب ستيدج. الكويري اللي جوه برضو ممكن يكون فيها كولمز كتير، من ضمنها تيبل الستيدج. هنا ستيدج اي دي وهنا ستيدج اي دي، سويتهم ببعض قدرت ان انا احصل على قيمه واحده، تمام، لجملة السلكت اللي جوه اللي تحت. اوكي، يعني انا كده ايه اقدر، يبقى الكونسبت لازم يكون موجود عندكم ان انا اقدر اجيب قيمه بتاعت فيلد معين، تمام، عن طريق سب كويري. طب اقول لك على حاجه بقى، شفت الكاونت اللي احنا عملناه؟ قوم مبسوط عشان ايه؟ بص سب ستيدج، يعني انا كده عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب لكم الكاونت بتاع الستودنت، تمام، على اساس ايه؟ السب ستيدج اللي هنا دي. بص انا هعمل ايه هنا؟ هقول له سيلكت الكاونت. بص انا هعمل ايه؟ انا حتى هشيل لك كمان ايه؟ هشيل لك الستودنت كلاس من الجوين، هو والستودنت شيلهم لك خالص، ما عنديش كده غير السب ستيدج كده. انا بسلكت بس من تيبل ايه؟ السب ستيدج، تمام. بص هقول له ايه بقى؟ سلكت الكاونت استريك فروم ستودنت و ستودنت كلاس. ليه ستودنت كلاس؟ لان ستودنت كلاس هو اللي مربوط بالسب ستيدج، هو اللي انا هستخدم قيمه السب ستيدج اللي جواه واسويها بقيمه السب ستيدج اللي في الاوتر كويري. وير ستودنت دوت ستودنت اي دي بيساوي ستودنت كلاس دوت ستودنت اي دي، تمام. طب لو انا شغلت كده ايه اللي هيحصل؟ بص هنا عمل ايه؟ واخد بالك؟ هو هنا جاب قيمه واحده، لان انا هنا بسلكت كولم واحد، تمام؟ بس راح جاب قيمه ثابته 477، دي عدد الطلبه في كل المدرسه، في كل الستيجز. طب انا عايز اقسم، تمام؟ بص بقى هقول له ايه؟ هزود وير ان السب ستيج اي دي، ايوه، انت student class dot sub stage id تكون بتساوي ال st اللي هي اللي في الاوتر كويري dot sub stage id. كده مع كل لفه هيروح يحسب الكاونت وير، تمام. شفت كده عمل ايه؟ جاب لك الكاونت صح، ومن غير جروب باي ومن غير اي حاجه. ما هقول لك ليه، هتلاقي ان دول ما كانوش مربوطين بستودنتس، بالظبط، فجم معاك هنا، لان ما جوش معاك في الانر جوين، لان الانر جوين ما لقيتش قدامهم داتا فما عرفتش تجيبهم. انما انا هنا بالظبط ما عملتش ليفت ولا رايت، انما هنا انا اصلا بعمل ايه؟ ده انا الجمله الاساسيه بتسلكت، لا غلط،
الجمله الاساسيه بتاعتي مش بتسلكت، مش كده، الجمله الاساسيه بتاعتي بتسلكت فروم السب ستيج، دي الجمله الاساسيه. اما الجمله الفرعيه هي اللي بتجيب الكاونت. بالظبط، اول سلكت مع اخر فروم دي الاوتر كويري بتاعتك، تمام كده. اما اللي جوه ده السب كويري، الحته اللي جوه دي هي دي السب كويري، حسبت بيها الكاونت وقلت له احسب لي الكاونت على اساس السب ستيج اي دي، وجبت قيمه كل حسبه او القيمه بتاعت كل سب ستيج اي دي، رحت جبتها من الاوتر كويري عن طريق الحته اللي انا كتبتها دلوقتي دي. نفس الفكره بالظبط اللي انا شرحتها لكم هنا. لو انا عملت نيو دونت سيف، ادي نفس الفكره، ادي اللي بره وادي اللي جوه. اللي بره فيها ايه؟ فيها السب ستيج، تمام، بكل الكولمز اللي فيها، تمام. طب واللي جوه فيها ايه؟ اللي جوه فيها student وفيها student class. ايه؟ ايه؟ ها؟ تمام كده؟ انا بكل بساطة اللي انا عملته ان انا رحت قلت له ايه؟ سوي لي قيمة السب ستيج اللي هنا بقيمة السب ستيج اللي هنا، وهنا كتبت جملة السيلكت اللي تعجبني. إن شاء الله جوين ب 20 تيبل. أعمل أجريجيت فانكشنز، أعمل اللي أنا عايزه. دي جملة سيلكت متكاملة جوه جملة سيلكت تانية. لا هو أنا حاسس إن اللي فاهم محمد عادل وهاجر. محمد مش موجود خالص. وعبد الهادي بيصحى وينام. واحمد فاهم بس عنده حاجات متلخبطه، في مش عارف دي جايه منين، ايه سب ستيتش دي جبتها منين، ازاي جبتها من فوق، ازاي جبتها من، صح؟ ده اللي انت متخيله. وبعدين هو ايه اصلا السب ستيتش وايه الستيتش ده، مش عارف دول مين، صح كده؟ طيب كفايه كده النهارده.